ومكملين بتحلقة الحياة مع شيف تينا وزيريان، والواضح انك محضرتينا شي كتير بشهي. يس دايما كتير بشهي، بس هالمرة حنعمل شي غير شوي، حنستعمل الرز هالمرة. سو حنعمل الكاستلاتا مع المشروم صوص مع رز، وحنحط بقلب الرز يعني حنخلط الكرانبيريز واللوز. يس واللوز المحمص وزعتر بري وزعتر بري والروزماري. اوكي شو عايز المكونات؟ سو اليوم عنا الكاستلاتا، عنا الروزماري والزعتر البري، عنا بصلة واحدة، عنا الرز المطبوخ already، وعنا الشامبينيون، زيت زيتون، ديجون ماسترد، كريم فريش، اللوز المحمص حمصتون أنا قبل وقت، وعنا الكرامبيريز. ديجون أو موتارد الانسيان؟ هاي بعتد الانسيان؟ الانسيان وي. أوكي سو وعنا كمان الزبدة للصوص. أوكي سو حنبلش مع الصوص لأن تاخد أكثر شيء تاخد وقت. أوكي سو عنا الشامبينيون قطعتهم شقف صغار، عندي هون شقفة واحدة، حفرجيكم كيف بدنا نقصها. أوكي سو تنضفها نستعمل شقفة مع مي أو فينا نقشرها هالطريقة. أوكي سكيني شوي كبيرة مش لك بعد لاحظتي. اوكي بنقشرها بتاع شكل كثير حلوه. يس اوكي سو بنقصها حسب كمان نحن شو بنفضل، نقصها شقف صغار بهالطريقه. اوكي انا هون اوريدي قصيت شقف صغار. اوكي اوكي سو نحضر الصوص، بدنا ناخذ شوي من الزبده، حناخذ شوي من الزيت زيتون، نص حاستعملها للحمه ونص حاستعملها للمشروم للمشروم صح. اوكي صح. اوكي سو بناخد زيت زيتون كمان بس شوي بس للحرارة، لان الزبدة الحرارة ما ضروري تكون كتير عالية تتحترق. سو نستعمل زيت زيتون تحمل الحرارة اكتر سو ما تحرق المشرومز. اوكي سو هل بس انت رح تكوني هون عم بتزيد المشرومز. بس بدي اسالك، عاده بالمشرومز تعرفي لما يكون عندنا ايام عزيمه كبيره بنكون بنبلش نحضر البريبريشنز ان ادفانس، سو المشروم نحن فينا نكون قليلين قبل بوقت يعني قبل بنهار او بيعملوا مي فينا؟ لا اكيد فينا. أوكي. وانا بقول للمشرومز هي مثل السفنجه صح، سو شو ما استعملنا صوص مثلا او حطينا ملح بهار اسود تشرب المي تاخذ طعمه. يس كثير في كمان انه خضرة يعني بيشربوا الماي مثل السفنجة تاني نهار بيكونوا أطيب. يعني لكن فينا بكل سهولة نحضر الشامبينيو قبل بوقت. yes. كل شيء فينا نحضره قبل بوقت إلا اللحمة لهالرسيبي. أوكي سو حنخلط الشامبينيو، الشامبينيو بتاخد وقت شوي وتقريبا 5 دقايق. أوكي سو بهالوقت حفاجيكم كيف بدنا نحضر اللحمة. أوكي سو تركنا الشامبينيو هون وحنزيد حنزيد البصلة حق علي. أوكي. أنا الهيتي للبصلة أهين طريقة، بنترك هالشقفة هون بس بنقشرها شوي. أوكي تمسك لما تفروت. يس أوكي سو بنقشرها بس بالنص. اوكي هاي اهين طريقه، دايما بتعطينا هيك طرق ما بنكون مفكرين فيه بس هن كثير بسيطين. يس وذي ميك ذا بيجست ديفرنس صراحه. وانا دايما بقصها ودايما بتفرفت معي وما بحب قصبص لي لأمشي تفرفت بس توصلي على الاخر بتكبيها خلص انه خلص هون شو بدنا فيها مش عايزينها. سو بدنا نقصهم كمان شقف ترانشيت رفيعين. اوكي سو هلا حنستعملهم هيك حيطلعوا مثل الرينبوز إذا بدي. أوكي نصهم نستعملهم للصوص. سو منزيد البصل. أوكي وإذا ما بنحب البصل ما نزيدون ما كثير حتعمل فرق بالصوص. أوكي طعمه مش أنه من قصهم أصغر. يس يس أوكي سو تركناها. هلا للحمة. سو عنا هون هاي لشخص الريسيبي. أوكي سو عنا الكاستلاتا. أوكي حنزيد عليها اللحمة البصل البصلة، حنزيد عليها الروزماري وهي حنتركها بالبراد على القليلة ساعتين. اوكي لتاخد الطعمة صح. عن اللحمة بقول الروزماري ما لازم نكتر كتير لأن طعمتها قوية مزبوط أو لا؟ قوية وإذا طبخناها وما تركناها هيك شقفة واحدة مرة شوي بتمرمر. وفينا نستعملهم اللي بيكونوا أوريدي بالأكياس أو لا أفضل فريش؟ فينا نستعمل البودرة إذا ما عنا إياهم بالبيت
بدنا نستعمل الباودر ما أنا مشكلة. أوكي أوكي ما منكتر. yes. أوكي so أنا حطينا روزماري زعتر البذي عن نستعمل الملح بهار أسود أكيد دائما بيجوا سوا هون لما أنزعلك الفلاتو أوكي حنزيد شوية زيت زيتون أوكي ونخلطهم سوا نحطهم بالبراد لمدة ساعتين إذا فينا أكتر يس نهار أوكي so 24 hours وإذا يعني عملتهم هلأ تاني نهار بشويهم إذا بدي بيطلعوا أطيب ريحتهم كتير حلوة نسينا عم بتشحينا أوكي سو حنحطهم على المقلاية المشرومز هون كمان they're cooking بلشوا بدك أخلطهم يستوى يس بليز إذا فيك أوكي أنا بس بدي أقول لك عن سينسيا يس إنه بعتقد هيدي أكلتها المفضلة يعني معقولة الساعة واحدة بالليل سينسيا يطلع على بلا لحمة وتحضر هيدي آخر حلقة بدنا نفضح كل شيء خلص خلص كلهم يعرفوا إنه أنا هذا طبق المفضل وإنه خيال وقت أنا مستعدة ما بعد الكالوريز ما بتعد الكالوريز أوكي صح زدنا الزبدة أوريدي في زيت زيتون على اللحمة أوكي حنحطهم حياخذوا تقريبا 5 دقائق على كل ميلة أوكي سو صادق ستك ما بدها اوكي خلص جو اوكي سو 5 مينتس كل ميلة كنت عم تقولي 5 مينتس على كل ميلة اوكي اوكي سو هلا حنرجع على الصوص اوكي حنزيد شوية مي بس to give it that saucy saucy look لأن هلا بعدها كتير ناشفة اوكي اكيد حنزيد عليها الماسترد اوكي سو او بدنا نستعمل الفاين ماسترد او الحبوب الحبوب يس اوكي سو بنخلطهم سوا وكمان حنزيد عليهم ال الكريم فريش هلا كثير في عالم يخافوا من الكريم فريش هلا زدنا زبده بدنا نخاف من الكريم فريش واقفه على بتعرفي انه انا هاي اطيب صوص عندي بكل شيء المشروم صوص مشروم صوص بس مع المتاخد على الانسيان يس اتس ديليشس عن جد وما كثير في مكونات بس الفليفر اتس سو سترونج سو اوكي سو عندنا الكريم فريش اذا ما بدنا نستعمل الكريم فريش فينا نستعمل الحليب ونخلط معهم هلا صراحه لإلي ما كثير تفرق لان حنستعمل الزبده وطحينه تنتش صحته الكريم فريش دونت وري ريلاكس يا على الظهر مش بس انت قبل اوكي سو حنزيد الكريم فريش ونخلطهم هلا استعملنا هون تقريبا ملعقتين كبار اوكي نزيد البيض ابيض فينا اكيد فينا نزيد البيض ابيض بس لهالريسيبي ما حنستعمل اوكي سو نخلطهم سوا اللحمه هون اوريدي بلشت وحسب نحن كيف بنحب اللحمه ميديوم 3 دقائق على كل ميله حراره عاليه اوكي كيف بتحب الكويتسون ميديوم انا كمان كثير منيح عن جد بحس انه حرام اذا اشترينا لحمه هيك تستوي كثير يس تستوي على الاخر تكون مثل الكاوتشوك اوكي سو هلا حنحضر الرز اوكي هلا انا استعملت رز الجرين الصغيره الحبه الصغيره حبه صغيره بالمي يعني كبايه ونص رز كبايتين مي اوكي مع شويه زبده زبده ما هي اطيب يعني الزبده كثير بتطيب الاكله I agree. نحن دائما بتحلى الحياة من قولتين على الأشخاص اللي ما بدهم شيء دسم بغيروا الرسات منو المضطرين مضطرين أو ما يكلوا أو ما يكلوا لأن طيبة نكلها على أصولها أوكي صب بس أنا برمون أوكي صب عنا الرز بدنا نزيد عليها نص الكمية تبع اللوز المحمص لما أفش علي أوكي وحنزيد الكرانبيريز يس المجفف المجفف يس yes. so احنا بس سلقنا الرز يعني هلا عم نزيد القصص كونوا اللي هو اذا بدنا نقول للاشخاص اللي ما بيعرفوا كيف يعملوا رز مع انه الاكثريه بيعرفوا بس yeah. شو بنعمل؟ سو بدنا ناخذ الرز بنغسلهم نحطه بالماء سو تقريبا اذا حنستعمل كبايه رز بنستعمل كبايه ونص مي اوكي اوكي بس تبلش تغلي بنوطي النار الحراره بنزيد عليها زبده ملعقه كبيره وملح ورشه ملح اوكي تاخذ تقريبا 10 دقائق 15 minutes تستوي على الاخر سو so, نخلط هون
فينا كمان نزيد الزبيب. اوكي سو كل الفواكه المجففه ات وركس. وفينا لا وفينا ما. انا ما بحب الزبيب بس بحب الكرامبيرز. اوكي سو بنخلطهم سوا بنحطهم بقلب الصحن. صحن. اوكي سو اذا بدنا نعمل برزنتيشن بنحط كل الريل بالنص. اوكي وبدنا نحط الكاستلاتا فوقهم. اه اوكي لك فهمت تعمليهم. في منهم بحطهم بالكاسه وبيقلبوها. فينا نحطهم بالكاسه يا لهالبرزنتيشن حطيتها بالكاسه بس هاي هيدي عم جرب طريقه جديده. اوكي سو الصوص اتس ستارتنج تو جيت ريدي. بنزيد على اخر شيء زعتر البلدي. اوكي اه اللحمه هون يام كله حتى ريحه الصوص. اوكي سو هاي خلصت الصوص حتى على جنب. ثانك يو سنتيا. واللحمه هلا تقريبا بالنص اتس ميديوم رير. هلا اتس ميديوم رير سو حسب نحن قد ايه بنحبها. بس شفتي بس الدهنه ببلش تستوي. اذا بدنا اوكي اذا عنا وقت من بعد ما نخلص اللحمه نحطهم على جنب. اذا عنا بقنا عم نحضرهم زيت نهار اوكي ما حننطر لثاني نهار. بنطبخ اللحم نحطهم على جنب ومنبلش الصوص بهالمقليه لتاخذ النكهه يس تبع اللحمه يس. اوكي سو كمان هاي حنحطها على جنب وحنبلش تحضير الصحن. صحن اوكي سو حناخذ الكاستلاتا فينا نحطهم على هالطريقه. اذا عندنا شقف اكثر نحطهم حول الرز معنا الصوص يلي كتير 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 شكلها بشهي. ثانك يو. انا ما عملت شيء عم بعطي انستراكشنز. لا بس مزبوط سينا يعني دائما دائما بنقول لك انه الوصفات بكونوا كتير هينين يس بس الطعمه بتكون كتير مميزه يعني كل الاشخاص من الريحه مبينه قد ايه هالوصفه طيبه كتير طيبه وكتير هينه مثل ما اخذت انه اقل من 20 مينتس الطبخه حضرناهم قبل بوقت كثير هينه انه بالعكس بما انه تينا رح تكون معنا هيدي اخر حلقه لإلك بهيدا الموسم خليني اقول لك انه كل افكار لتينا تغنينا عن الظهره لبرا يعني نحن بس ما نظهر بنكون عم ننقي هيك بركي اشياء ما بنقدر نعملها بالبيت. القصص اللي بتقدمي لنا اياها تينا بتكون كثير سهله وكثير طيبه كمان وكثير هينه وكثير شيء ما لازم ننسي مع تينا البرزنتيشن البرزنتيشن تينا بتاخذ اكثر وقت على حتى البرزنتيشن الطبخه اي سوير سو اتس سو ايزي عن جد نطبخ نحط هيك شوي من فوق بنرش من اللوز المشوي المحمص المحمص اخذ نص ساعه احفظها وبعدها طلعت غلط. اوكي وهي هي كثير طيبه عن جد اتس سو جود. واذا عنا عزيمه اتس فيري نايس فيري نايس برزنتيشن اتس كثير سوفيستيكيتد الطبخه كثير طيبه. هلا اصلا رح ندوق تينا ورح نفرجي المشاهدين انه ها هلا عملناها وقد حلو البرزنتيشن واذا اخذوا شوي وقت اكثر كثير فيهم يفوتوا بالديتيلز واكيد كل الاشخاص رح ينبسطوا فيها. شكرا لك تينا رح نشتاق لك انا اكثر. نحن رح نكمل بتحلى الحياه ورح ننتقل لنشوف جيهان نصر شو محضرتنا لليوم.